تقول إنها فتاة متزوجة والحمد لله وتبلغ من العمر 17 سنة، وزوجها طالب وهو دائما مشغول بالمذاكرة أو بالنوم، وتحس بفراغ وحزن شديد، وتقوم بقراءة القرآن وتنهي المصحف دائما، وما زال في نفسها الشيء الكثير حول هذا الموضوع، وتسألكم كيف تتصرف، جزاكم الله خيرا، إذ أن الحزن والقلق بدأ يدب إلى نفسها، جزاكم الله خيرا شيخ صالح. لا داعي للحزن والقلق ما دام أن زوجها كما ذكرت طالب معني بدروسه وأنه يتعب ويحتاج إلى الراحة، فعليها أن تصبر، عليها أن تصبر، لأن هذا لا يدوم، تنتهي الدراسة ويحصل لها ما تريد من زوجها إن شاء الله، فعليها بالصبر. وما دام زوجها مشغولا بالدراسة هذا شيء طيب، الحمد لله أنه مشغول بشيء مفيد ولم يكن مشغولا بلهو أو لعب أو غير ذلك من الأمور الضارة. الدراسة شرف ومفيدة، وأيضا وقتها لا يستمر. نعم.